السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ميس أسماء، معلمة مادة تعدد التخصصات قسم عربي. إزيكم يا أصحابي؟ عاملين إيه النهاردة؟ النهاردة بقى هنبدأ درس جميل جدا اسمه الاحتفالات. طبعا إحنا عندنا أعياد مصرية بنحتفل بيها. طيب مين شطور هيقول لي كام عيد؟ عندنا أربع أعياد. أول عيد اسمه عيد إيه؟ رأس السنة. طب بنعمل إيه في رأس السنة؟ شحنا كل سنة بنلاقي في إيه؟ في بداية السنة بنلاقي ألعاب نارية اللي هي إيه؟ اللي هي الصواريخ، صح؟ بنلاقيها فين؟ في السماء. ده اسمه احتفال. ماشي، بنعمل إيه؟ كلنا بنلبس ملابس ألوان مختلفة، كل واحد إيه؟ بيلبس حاجة جميلة. طيب وتاني عيد اسمه عيد ايه؟ عيد الفطر. طيب عيد الفطر دوت بيجي امتى؟ احنا الاول بيجي شهر رمضان بنصوم، وبعد ما بيخلص نعمل ايه؟ بنحتفل بعيد الفطر. طيب كل واحد بقى يا اصحابي يقول نعمل ايه في عيد الفطر؟ ممكن نعمل ايه؟ اول حاجه ممكن ناكل بسكوت، وايه تاني؟ وكحك. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ احنا يا اصحابي في عيد الفطر بنعمل ايه؟ بنروح عند الاقارب، كل واحد بيروح فين؟ مع عند العيله بتاعته، ونلعب مع اصحابنا ونتفسح. طيب يلا يا اصحابي نشوف العيد التالت بيتكلم على ايه. عيد التالت هو عيد الاضحى. بنعمل ايه بقى في عيد الاضحى؟ اول ما بتصحى بنعمل ايه؟ بنروح نصلي العيد، انا وانت وماما وبابا واخواتي. نصحى الصبح نغسل سننا ونروح نصلي العيد. طيب بنشوف ايه بقى في عيد الاضحى؟ مش احنا بنشوف الجزار بيذبح، صح؟ بيذبح ايه؟ ممكن يذبح بقره، ممكن يذبح خروف، ممكن يذبح ايه تاني؟ ممكن يذبح معزه، او ايه تاني؟ ممكن جاموسه. عشان كده سموه بعيد الاضحى. ليه بقى؟ عشان الجزار بيذبح فيه حيوانات. نيجي لاخر عيد اسمه ايه؟ عيد الكريسماس. طيب مين شطور هيقول لي عيد الكريسماس ده بيجي يوم ايه؟ مين شطور عارف؟ بيجي يوم 7 يناير. طيب مين شطور هيقول لي شهر يناير شهر رقم كام؟ يبقى شهر يناير شهر رقم 12. يبقى كده عيد الكريسماس بيجي يوم كام؟ يبقى بيجي يوم 7/1. طيب بنعمل ايه بقى في عيد الكريسماس دوت؟ بنقعد انا وانت واخواتي، بنعمل ايه؟ بناكل مع بعض كتير من اللحم، وبعد ما بناكل بنعمل ايه؟ بنلعب مع بعض. يبقى عيد الكريسماس بناكل فيه ايه؟ مين شطور هيجاوب؟ يبقى عيد الكريسماس بناكل فيه لحمة. يبقى كده يا اصحابي عندنا كام عيد؟ اربع اعياد. مين شطور هيقول لي ايه هما الاعياد؟ اول حاجه اسمه عيد راس السنه، وتاني حاجه عيد الفطر، والتالت عيد الاضحى، واخر عيد اسمه عيد ايه؟ اسمه عيد الكريسماس. يلا يا اصحابي نحل مع بعض تدريبات الدرس. اول حاجه، يحتفل المصريين بكم عيد في العام؟ باربع اعياد. يبقى نجيب القلم الرصاص نكتب كلمه اربعه عند النقطه. يلا يا اصحابي نشوف التانيه بتتكلم على ايه. المسلمين لهم عيدان، هما في عيدين على طول بنحتفل بيهم كل سنة، اللي هما ايه؟ أول عيد اسمه عيد الفطر، اللي هو العيد الصغير اللي بيجي بعد رمضان. طيب والعيد التاني اسمه عيد ايه؟ مين شطور عارف؟ اسمه عيد الأضحى، اللي بنذبح فيه ايه؟ حاجات كتير. نيجي يا اصحابي اخر سؤال، تصبح الأضحية في عيد مين شطور عارف؟ شاطرين يا سنة أولى. يبقى هنكتب هنا
عيد الأضحى. وبكده يا سنهولة عرفنا الأعياد اللي عندنا اللي هم إيه؟ أربع أعياد: عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد رأس السنة وعيد الكريسماس. وبكده يا سنهولة خلصنا. مع السلامة.